نعم زميلي، هي التطورات متسارعة هنا في مدينة رفح. قبل قليل الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين على شارع صلاح الدين قرب كف المشروع في مدينة رفح. أدى ذلك بشكل أولي إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة العشرات. وصلوا إلى المستشفى الأوروبي شرقي مدينة خان يونس. هذه التطورات المتسارعة في شرق مدينة رفح. وسط مدينة رفح المستشفى الإسرائيلية أيضا استهدفت منازل مواطنين، ما أدى إلى حرق عشرات المنازل قرب مسجد العودة وسط مدينة رفح. في غرب مدينة رفح الأحداث الأهم منذ صباح اليوم الساعة 2 صباحا، الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية استهدفت خيام المواطنين في منطقة الشاكوش غربي مدينة رفح. أدى ذلك إلى استشهاد 7 مواطنين. الأحداث المتسارعة هنا في مدينة رفح ساعات على تعيش مدينة رفح يرتفع ذلك عدد الشهداء إلى ما يزيد ويفوق 20 شهيدا هنا في مدينة رفح منذ 24 ساعة. شكرا جزيلا لك علاء أبو محسن الصحفي الفلسطيني، كنت معنا هاتفيا من رفح جنوب قطاع غزة.